رغم انبثاق لجان مشتركة بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة لرسم الخطوط الفاصلة بينهما وإعادة انتشارهما، إلا أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجانبين إثر تحرك قوات مشتركة من محيط منطقة زمار شمال غربي الموصل نحو معبر فيشخابور الحدودي بين العراق وتركيا، وتصدت لها قوات البيشمركة في قرية المحمودية التابعة لبلدة ربيعة. مصادر البيشمركة أعلنت أنها تمكنت من إيقاف تقدم القوات الاتحادية وتكبيدها خسائر ملحوظة، فيما أعلنت مصادر الجيش الاتحادي أن توقف الاشتباكات تم على ضوء تنسيق لتسليم المعبر الحدودي دون قتال، وجرى إمهال الكرد حتى صباح الغد لتسليم المعبر. وسياسيا وفي خطوة مفاجئة، قرر برلمان كردستان اليوم تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية في الإقليم لمدة 8 أشهر. هناك حوار داخلي كردي كردي يتعلق بإعادة النظر بطبيعة الحوار، بطبيعة نقاط الالتقاء أو الخلاف مع السلطة الاتحادية والحكومة الاتحادية. وشن مسلحو داعش اليوم هجوم واسع النطاق استهدف قطعات القوات المشتركة في صحراء الحضر جنوب غرب الموصل، شارك فيه عدد كبير من الانتحاريين، ودارت روح المعركة بين الجانبين قرب أحد المواقع الأثرية في المنطقة، وفقدت قوة التنظيم المهاجمة والعشرات من عناصرها، كما صدت قوات قيادة صلاح الدين محاولة تسلل نفذها 3 هجوميين بأحزمة ناسفة استهدفت القوات الأمنية المتمركزة في جبال مكحول. داعش انطلق من تلك المناطق اللي هي تتقع في عمق الصحراء بسبب طبيعة هذه المناطق وبعدها عن يعني مراكز الأمنية، يعني سواء القطعات العسكرية أو المراكز الشرطة، فمن الطبيعي أنه يكون الملاذ الأخير لداعش هو الصحارى والمناطق البعيدة النائية. وفي آخر إعلان للأمم المتحدة بشأن الأوضاع الإنسانية الناجمة عن المعارك بين القوات الاتحادية والقوات الكردية، أكدت المنظمة الدولية للهجرة نزوح 136,000 شخص من مناطق شمال العراق. من سيمثل الكرد في المفاوضات المنتظرة مع الحكومة الاتحادية؟ سؤال يبدو أنه سيبقى مثار جدل بين القوى السياسية الكردية قبل أن يكون مثار جدل بينها وبين الحكومة الاتحادية. حيدر جواد لقناة الشارقة، بغداد.